آخر سؤال للنساء، امرأة تقول: هل يجوز لي أن أصوم الست وأنا في أثار التسقيط؟ وأنا تسقيط يعني أسقطت جنين، ولكن ليس معي دم ولا شيء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا يجب أن نعلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين قبل تمامه، فإن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن كان لم يخلق فالدم دم فساد. إذا كان دم نفاس فإنها تصنع كما يصنع النفساء، إذا كان دم فساد فإنها تصلي وتصوم وليس عليها شيء، لأن هذا الدم لا يتعلق به حكم إلا أنها تكون كالمستحارة. طيب، إذا لم يخرج منها دم، أسقطت الجنين ولم يخرج دم أبدا، فهي طاهر، تصوم وتصلي وتحل لزوجها، لأنه ليس معها دم، فصيامها إذن يعتبر صحيحا ما دامت لم تر الدم.